بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي مدارس دار الثقافة الأهلية. موعدنا اليوم مع الدرس الأول من الفصل الحادي عشر، القياس والطول والمساحة. القياس والطول والمساحة. التمهيد يا أبنائي في هذا الدرس يعلمنا كيف نستخدم وحدات طول غير قياسية. تستخدم القياس أي شيء، مسطرة، مرسام، ممحاة، مكعب، مشبك، أي شيء أمامك تستخدمه في القياس. ما الطرق التي أتتبع بها التغير في طولي؟ التهيئة. قم بعد مكعبات ثم اكتب طول كل شكل من الأشكال الآتية. السؤال الأول، المشبك. هذا المشبك عندما نقيسه بمكعبات مما يتكون كم مكعب؟ 2. أحسنتم. هذه الفرشاة سوف نقوم بقياسها باستخدام المكعبات. ابن الطالب، قم بعد هذه المكعبات، سوف نجد أنها كم مكعب. من قام بالعد؟ إنها 8 مكعبات. أحسنتم. المقص، كم مكعبا؟ قم بعد المكعبات. أحسنتم يا أبنائي، 16 مكعب. والمرسام، كم مكعب لديه؟ 10 مكعبات. السؤال التالي يا أبطال، في هذا الشكل الكبير مكون من مربعات حمراء وخضراء. أولا قم بعد المربعات الحمراء، قم بعدها في كتابك أمامك، سوف نجد أنها 10 مكعبات أو مربعات حمراء. كم مربع أخضر؟ سوف نجد أنها 6 مربعات خضراء. السؤال الخامس، قمنا بتخطيه ولكن نرجع له. اليد، كم مكعب لديها؟ 5 مكعبات. والحذاء لديه 7 مكعبات. الدرس الأول، وحدات الطول غير القياسية. أبنائي الطلاب، فكرة الدرس أختار وحدات غير قياسية وأستعملها في قياس الطول. في هذا الدرس سوف نجد مفردات منها، وحدة غير قياسية وأقيس وعندي الطول. ما معنى وحدة غير قياسية؟ كما قلنا نستخدم المشبك أو المكعب أو الممحاة أو أصابع اليد، أي شيء نقيس به الطول. المطلوب منك في هذا التمهيد، لدي مرسام أو قلم رصاص، المطلوب منك ابن الطالب قياسه باستخدام وحدات غير قياسية مثل المكعب أو مشبك الورق. هذا المرسام، لابد عندما تبدأ القياس تضع طرف المكعب أو طرف المشبك عند بداية المرسام. سنقوم بعد المكعبات، نجد أن المرسام يتكون من 6 مكعبات. وعندما نقوم بعد المشابك نجد أنه 8 مشابك. السؤال الأول يا أبطال، أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس مناسبة. الممحاة، هذه الممحاة، أستخدم وحدة قياس غير قياسية سواء المكعب أو المشبك. ماذا نستخدم؟ نستخدم المكعبات. كم يكون مقياس هذه الممحاة بالمكعبات؟ 2 بالتقريب. هنا القياس يكون تقريبي يا أبطال وليس بالضبط. السؤال الثاني، الصمغ، ماذا نستخدم في وحدة القياس؟ نستخدم هنا المشبك. كم مشبك طول هذا الصمغ؟
وليكن 3 مشابك. السؤال التالي يا أبطال: أبحث عن الأشياء الموضحة صورها أدناه، ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس مناسبة. هذه الدباسة، ما وحدة القياس التي أستخدمها؟ وليكن المكعبات. نقوم بقياس الدباسة ونضع المكعبات، نبدأ من بداية الدباسة حتى نهايتها، وهنا كم مكعب تتوقع؟ 5 مكعبات تقريبا. هنا كما ذكرنا القياس بالتقريب يا أبنائي. السؤال التالي: هذا الكرسي وحدة القياس ولتكن المكعبات. هنا الكرسي نستخدم الكرسي في الواقع في الحقيقة وليس في الرسمة التي أمامك، بالتقريب يكون 12 مكعب تقريبا. ولدينا الشكل الأخير وهو المقص، سوف نستخدم وحدة قياس مناسبة ولتكن المشابك. كم مشبك تتوقع أن يكون هذا الشكل؟ نضع المشابك من عند البداية حتى النهاية وليكن 6 مشابك. السؤال التالي يا أبطال: ملف البيانات. هذا السؤال يعطينا بعض المعالم السياحية في الدولة، ومنها الجبال والمرتفعات. المطلوب في هذا السؤال: إذا علمت أن جبل السودة في أبها أكثر ارتفاعا من جبل شمر في حائل، بينما جبل شمر أعلى من جبل طويق في نجد، فأي هذه الجبال هو الأعلى؟ نبحث عن المعطيات، نجد أن جبل السودة أكثر ارتفاعا من جبل شمر، إذن السودة أكبر من شمر، وجبل شمر أعلى من طويق، إذن الترتيب من الأعلى إلى الأقل ارتفاعا: السودة ثم شمر ثم جبل طويق. إذن الجبل الأعلى هو جبل السودة. أحسنتم يا أبطال، هو جبل السودة الأعلى. وهنا يا أبنائي نصل إلى ختام الدرس. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.